يلا. يلا. معقولة اللي بتقوله ده؟ ده اللي حصل. ايه؟ في ايه يا نزيه؟ تعالي معايا. شفتي؟ صورك انت بس. يا خرب بيتك يا عديلة، هي دي الحملة يا نزيه اللي دفعت فيها دم قلبي؟ مفيش غيره اللي عملها. بخيت. بخيت؟ ضمك لصفه علشان يقضي عليكي نهائيا. ازاي انا ما فكرتش في الحكاية دي؟ بس اطمني، ملحوقة. بخيت. فوق. بخيت، عايزك في كلمتين. في يا عديلة؟ هنا ما ينفعش، تعالى الكابينة. هكمل دلوقتي، انا تعبان. هستناك في الكابينة وما تتأخرش. كنت عايز ايه؟ يا اخي الستات دول محدش يعرف مزاجهم ابدا. كنت عايز ايه والنبي؟ خلي بالك انت، بركة فيك يا خلص. خلي بالي، وده وقته. يلا يا اخوانا، يلا الراجل راح يشوف حاله. انتوا خلصتوا الشوارع بتاعتكم ولا ايه؟ العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم. يا نهار اسود، خيانه! انقذوا الثوره يا رفاق، اقفوا على الاستعمار والرجعيه والصهيونيه والجمهوريه. هجوم! هجوم! حبكت يعني دلوقتي؟ ثواني واجهز لك يا جميل. ايه ده؟ في حاجه اتكسرت عندك؟ لسه، لكن هتتكسر ان شاء الله. يا بلاش، واحد غيره ما ينفع. ايه ده؟ ده انت حالتك صعبة قوي. ثواني هحضر كاسين. المراية طاقت، يلا خدت الشر وراحت. يلا بقى عدول عشان عندنا شغل. ها ايه يا بنت مالك في ايه؟ بقى انا تخليهم يقطعوا صور يا بخيت؟ طب خد وقطعها ليه يا بنت الناس؟ ده انت فات وانا عمال، انا ماليش صالح. هتطلع هيحصل يا حبيبتي؟ ده بعيد عن شنبك يا حبيبي. ربنا فرحانه بشويه قرابيط بتعكس الازيق بتاعي. انت اللي فرحان بشويه السيئه اللي بتقعد معاهم على القهوه. انت شايفك في السياسه تفهم ايه؟ انت يا دوبك كفايه عليك تفهم تحط فيشه في فيشه فريزه في فريزه، هو ده اللي تفهم فيه؟ ما تخليك في حالك انت يا قمله بتاعت المطالعه. ده انت يا دوب كفايه عليك فتحه ونصبه. في فتحه ونصبه؟ اسمع ما اقول لك، انا ما يهمنيش اني اكسب، لكن يهمني اني اجيب اصوات اكتر منك علشان اذلك. اذلك وسط اصحابك. انت لو تجيب اصوات اكتر مني انا ارمي نفسي في البحر. ليه؟ مش مكسوف على دمك وهما مدينك الجردل؟ يا جردل ما تقليش ادبي ككنكة. مين فينا اللي بيقل ادب؟ حرام. انا هوريك. لا بقى، انت لذتك مش فايته. يلا بنت امشي من هنا، امشي من هنا. امشي منين؟ بتطردني من سراية ابوك؟ امشي اطلع بره، ما تورينيش وشك. بقولك يعني انت اللي وشك اللي عادل، انت وشك يقطع الخميرة من البيت يا بنت صندوق. انا اللي وشي يقطع الخميرة من البيت يا مهيطل، يا تبني، يا ندل، يا سافل. بكرهك بكرهك يا بنت. قلت لك انا ماليش صالح بتاع
بيقول لك ان في حد من مصلحته ان هو يوقع بينا بيتها. من حسدونا يا بخيت. حسدونا. سامحني يا حبيبي. انا اللي عايزك تسامحيني. خلاص بكره انا هتنزل عند. لا اوعي تتنازلي. انا اللي هتنازل. انا لا يا بخيت، وراء كل عظيم امراه. انا هو وراء كل رجل. حضرتك احنا من طرف مرشح كبير قوي وعايز اتحالف مع الاستاذ عديله. والله احنا من حيث المبدا ما عندناش مانع، بس مين هو المرشح ده؟ اتفضل معانا وهو هيقابلك بنفسه. قوي قوي، بس على الله يكون الاتفاق مرضي. اتفضل اتفضل. احنا فين بالظبط؟ اتفضل حضرتك. لو سمحتوا انا ما عنديش وقت اضيعه، ثم احنا لينا شروط المرشح اللي هنتحالف معاه. انا احب الفت نظركم ان اللعبه الديمقراطيه تشترط ان تتم في اطار من المنافسه الشريفه النظيفه. بخيت و...